من ولك محمد ابن يحيى لقبنا كتزعنوني محمد بن يحيى الزعنوني وانت روى غتفروت المولود ودوار لميتين فانت مول اغور 1954 والدني رحمه الله لا مقرى شوية لا زالي تقريبا نحوالين 6 سنين هوايوية المسجد ودوار يوارا قرا بزوغ القران غزالا ينسي من سي الحاج بلعيس وتمخصا اسم الله أزر ساقرا إلا غريق زار المغرب إليه بس 11 الحزب هواي فوتي مزقيت أشكن زرس الطربية اثنين اسمه سيد الحاج إبراهيم الطاهر رحمه الله الفقيه اللي انتهى رحمه الله التوشار مزيرس هو نكزير غد الثانية ينا عامين هو يسلاي في المدرسة سيف توسر سيد جوقا كوزين صيد المدرسة هو يشكن الفقيه الطلبه اللي زارنا قريضين في قريضين سيد الحاج محمد بن العيد كان يسوس مزير سيد الحاج محمد بن العيد كان يسوس قدوار هو زار زيوار السلوك اللي زوارنا كمل السلوك وخلاص كمل زار السلوك اللي زوارنا هو اذا زار سيد زار كينسل السلوكات او من بعد يدو غير مسجد الوالد نيو غنضر غتفرو كل مولوج هو كمل غير حفظ القران زار سيدي الطاهر الزعنوني الوعزيزي سيدي الطاهر الوعزيزي يا سيدي الطاهر الوعزيزي قال لي انت لا حوا كاين شي تفرك المولد حتى انت هو بزوغ العلم غزال الوالد نيونيس زار الوالد رحمه الله تقريبا ديال غاكوزان نحو 24 عام يا 24 عام ديري تقريبا غاكوزان 24 عام ايوا صافي سبعه غير ما تجي صغر البركه اللي في ربي غير تغزال الوالد صافي غير كنغزال الوالد البركه اللي داري لنا انا كنغزال صغير هو إذا غزال صغير مدرسة تعاون الدروس المهم إلا غزال صغير مدرسة صغير أنا ما سنداي توفى هو 1994 هو من عكوزان بقوا لبلاصة صغير مدرسة هو الحمد لله سيدنا لقيت واحد ما جرى صغير صغير ياك صباح ربي يا ربي المسابقة لا يتقصى صغيرة صغيرة مسابقة وطنية صغيرة مسابقة وطنية التقدم وليد دلاني محضر يعني لنزاتي محضر داخلا ونيران راه يتقدم الوزراء يزاتي الى الكتاب يزاتي الى مثلا التلاميذ اللي نزاتي محضر داخلا كله قال مسابقه كنا تقدم الملف الفني كانت تلامات الوزراء تشكيل ماكوزان استفيد من اللجنه استفيد من اللجان تشكيل اللجنه سكا الجهه انت كان الكتاب زرين محضر زرين ناس ندير اختبار يعني سقسن كله زرين خصنا تقينا صوار مثلا السن كنقرا القران الزن الدراري مزينين زي غنقول المهم الزن المهارات الدراري ملي كتقال كنا يدنا لما كنا نتنعج بن صغير كان كله التجويد الاخير انا كلها كانت سقسينا نتنعج من كل بعض الوالدين كلها راك تقيد بين ما هو همني كيقال الحال همني كيقال الحال المستوى اللي دار كي لان كنا من بعد تشكل اللجنه الوطنيه تشكل اللجنه الوطنيه تشكل حتى انت نفس الشيء حتى انت تسكر كل خيرا المهم خلاص ارتجعنا خيرا ناش تاوين وكنت خيرا تزرن كراس خيرا ولا دارت لا سباقيه لا سقرا كون الحمد لله كي غاسك كوساسي فوز غاسل خيرا وراني الله يجزيهم بخير تصبح ربي يا ورانا هو صافي الله يجزيهم بخير ما قال جلال الملك كان جائزه نفرح بزاف نضرب بيت تبارك وتعالى تحفظ نسال الله تبارك وتعالى ان يشفي مرضاه ويبارك في عمره ويحفظه في ولي عهده وفي سائر اسرته. جلاله الملك يزعي انا تصبح ربي الله يجزيه بخير تنصر ربي يزعي انا الناس زعما يصفرحان غيصفرحان غيصفرحان بزاف يزعوي انا غيشجعي انا غير ان يقول الصحاب بها انا كنا نسكن بفلكي ويشجعي انا زعما الله يجزيه بخير. ايوا سيدنا نصره الله يقدر دقي بدا ولي كان يهتم حفظ القران زي اللي دينا قال العلوم دخلنا زي تسنسو كان يهتم بدا صاني يستعمى السمس كازيوين يستعمى سلايمات يستعمى قضيه دين يستعمى غايه الاهتمام جزاه الله خيرا كان الحمد لله الحمد لله بخير القصر تزكيت بخير وعلى خير المغرب الحمد لله يقاب بدا ولي فولكين لقيت حفظ القران الحمد لله شمالا وجنوبا ايوا نتقن سيك اللي موفان الله يجزيهم بخير الحمد لله بخير وكان لا ما داريش ولا تيمزكا زيوين ولا كل خير لنا سي الحمد لله سي كرقت المدرسه الا كيت لحق نتمشى غير المدرسه كاكل شي ما داريش كانت بخير وعلى خير كان خير صغاري كاع
رزقك كازي والنبي سيدي ربي ما الحمد لله لن تبزقزي لن تبزقزي بخير وعلى خير وكان لما يقدم الخير النبي سيكون يقدم من الخير انك لقيتي انا على حساب يا وكان كني الخير ان نرن كنا غير النساء كنشجع الطلبه ان شاء الله نشجع المحاضر التلاميذ زقرا نشجع على خيرنا كله جزا الله خيرا جزا الله خيرا امير المؤمنين المدرسه اللي داري دان اسمها تفروت المولود مدرسه العاتقه تفروت المولود الخاصه ذاك العنوان وكان نكني لزنا الكتاب القران لزنا الحفظ القران وحزاز زنا التلاميذ نمزور رشيد كي غير شكون كي مسير يعني كي مشرف على المدرسه أما المصغر لا ساتيزي لا نزال لا العلوم الشرعية ولا العلوم النظنين العلوم المواد التكميلية لي سنتينين الفرنسية زوج الإنجليزية زوج الرياضيات إلى آخره كل المواد التكميلية لا نزال لا ساتيزي الحمد لله نزال من 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 السادسة الباك زعما قوي نطلب الباك إن شاء الله يا نطلب الباك كون بين الطالبين غير مزال الباك نزال داس الكلية يعني داس انا سي في انا سي عجب انا سي في شنو كيسي شدا سين سكيز وكان الكتاب اللي نادر غيلا الا هو الرشيد اللي نسقر يعني الطالب اللي كان محفظ للسقراء انت مزور رشي اش خاص انت الطلبه اللي قرين القران ايوا المهم تجيني التاوي راه قرا انا راه نتقي الصور الناس على قرا الصور تكسن شغل زوين الناس نتني يعني إذا زرت نغمضس الماء غير نغشان غير نغسوان إذا زرت البيوت الناس إذا زرت كل شيء الحمد لله حتى المحسنين الله يجزيهم بخير زعما والحمد لله من فضل الله ولا خص والو الحمد لله بخير وعلى خير إذا زرت الحمد لله الجمعيه حتى انت تبنى السكر غير التسعه الحمد لله لا انت البيوت والتسعين لا نقسم في الكينين الى خيرنا كل تبارك الله الى خيرنا الحمد لله الفضل الله ربي تبارك وتعالى يفلكي ولا لا نكري الخير ان نكري الاخلاص نقدر ربي تبارك وتعالى غير لا كنا نقرا وانا تحفظ القران وانا قريش اش كنا اش كن غير ما نتشرط نكري باش ازيرين الاخلاق يعني اش كدري ازيرين الاخلاق اي تزلا يقرا حزب النساء المهم هي اللي جاب يعني اشكو لا جاب ما تنقرا هو تطبيق القران جابني ربي في احسن الجزابي لسنا الرسول صلى الله عليه وسلم ز كلش نوم من عائشه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا القران لازم بنت القران تني كان يعني غاد بالنسبه لي كانت القران العظيم وكان اش كان كل سكير لازم 100% كيس كان حتى 20% 25 30% سي الله يجعل البركه اش كان شكون ولا كيف لازم بلا الضعيف كاين غير الضعفاء ولا ايوا الطلبه اللي قرين القران راه زدت فكره النصيحه تبدل التكنيك تبدل التيني غير ايوا النصيحه نكين يعني اللي كان اللي صور بغل القلبين والنصيحه كاين انت الصغ ولا قرين وانت الصغ ولا قرين القران ازقين المجدين قال المجتهدين ازقر القران سي خلاص النيس في سبيل الله اصحاب زقين حملت القران لان حملت القران هو مهر الله واللي كان غير يطربي شي شخص والو لا في الدنيا ولا في الاخره ازقين ولي التقنين أزو صو حتى لا إلا با الأمهات حتى تنسي أزكين أزكين الاهتمام يسير وانسن أزتحفظ النقرة سيكنا ميكوفان ولا حتى مثلا بعض الأحزاب مثلا حتى بعض الأحزاب يقول فانا كله حفظ القرآن مزيان أنا أهل الله أزيان إي غاسولو فين إن ميكوفان تصحفظني يسير وانسن سي فولكي زواج تتقن القرآن سقن القران وانا دير لك يقرا القران ولي دير لك سوزاش نتلا لوقس مثلا بزي سوزاش مثلا 15 عام 20 عام سي سدار يخص اما يحفظ القران ببعض الكلمه بتجويده وترصيله الى اخره النصيحه دارت كل ما يقرا القران يا ربي